والسلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا فيكم، يا هلا بالمتابعة الجميلة على سيتي سكاي لاين اللي تتابعون إياها. ونكمل اليوم طبعا السلسلة. الحين نبغى نسوي مدينة متصلة في مدينة منو؟ المطار. نسميها مدينة المطار أصلا، بس قبله في المدينة هاي ولا في الاكستنشن هذا بينا منو صديقنا الخطر. لازم بيكون في خطر، لازم. هاي مش سلسلة انا اسويها اذا ما فيها خطر، لازم. هذا سيستم عندي، خطر سيستم، خطر سيستم جميل. بس بختار يكون صغيرون، مو بخطار ضخم، اختار صغيرون مو بهني. بغير شوية الهيكل مال الشارع، بيكون دكان عنده، بيكون تقريبا. ونبقى بالطريقة هاي يطلع مكان بعيد شوي، أساس لو كان في زحمة. لحظة، اوكي، الحين ممتاز. لو كان في زحمة شيء يختفي مو مشكلة. نبقى باركنات بس وين؟ مو بهني، هناك. نبقى باركنات هني، باركنات هني بتكون ممتازة. ماي في ماي غريبة، مش من العادة يعني. خطر على الخطر، حلو الصراحة، شوف شكله جميل، جميل جدا جدا جميل من صدق. بس السكة طالعة فوق، أحسها على الفاضي ترى على فكرة. لا مو على الفاضي، أنا سويتها فوق. يمكن انا سويته ولا كانت هي. هاي ما فيها زحمة، بعيد عن المبنى الرئيسي. خطارين هني، سلسلة خطارات شوي معقدة ترى عندي، مو بهينة. مني هني، اوكي. القطار يباله لفة من هني لين صناعية ورجع. يا صناعية اللي كان بتشل، يا الصناعي اللي اخترعته كان بتشل. من هني لين خيبة، وين بيصير هذا؟ لا اوكي، بياخذ يترن هناك، بيوقف، بيرد هني. اختارين، وعندنا بعد وين اختار يبي يروح؟ بس باقي في متر وربع، هذا بس حق اللي بيوصل وجهة قريبة شوي. اوكي، وين وي تراك؟ هذا انا شبري في نص الشاشة، شبري في نص الشاشة. سوينا التراك زين، هذا كيف شلفتك منه؟ اوكي راح افتكينا منه. هذا القطار، القطار شو بيحتاج عنده؟ يشيل ناس، اكيد بيشيل مجموعة حلوة من الناس. خلينا نسوي محطة باصات هني، منطقة قامت تكبر. اوكي، والمطار مش مقصر ويانا في الخدمات صراحة. ابا وقفة هني، وقفة باص هني، هذا اللي بيروحون الدوام الصبح. وقفة باص هني، وقفة باص هني، وقفة
باص هني، وقفة باص تكون لا هني، هذا لفة ضرورية. ونبي الباص يوقف عقب ولا قبل؟ اختار عقب وقفة في هاي النقطة من الباص الثاني وارده، اساس يكون كله متوصل. اما ما يباله هذا، ما يباله هذا، فندق اموره طيبة، هذا بتكون هذا يباله بارك انتكاسي، ناس دفيعة هني، ناس الدفيعة تدفع. وان هذا هني ليش ما احط لي عمارة؟ في عمارة هني تجارية، بس ما عندي اي حاجة تجارية على اساس انهم يسوون عماير تجارية. لازم يكون في احتياج، لازم يكون في دمان، لازم يكون في طلب. بيسوون الحين بعد شوي، ترى عندكم الخدمة المفروض تكون متوفرة هنا موجودة. بيشنتس 10 مو بوايد، مو بكل حد طالع. اوكي هاي شو المشكلة بعد ما في عمالة؟ انزل صديقنا الخطار يبالة مطعم. انا احب المبنى هذا، لا 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 تعترضوا علي، بس احبه، عابني المبنى هذا. حطي مجموعة دكاكين هني، بنحطي هني مكان يخطفون الصوب الثاني حق منو؟ حق باركنات. نبا باركنات تحت الارض ولا ما نبا؟ نبا باركنات تحت الارض، احسبها بتكون من الشغلات الوايد مفيدة. باركنات تحت الارض عايبين المبدأ ماله، باركنات جميلة. وهني ما بحد يبركن صراحة، ما به. اذا في هني مكان اوكي، ممنوع الباركن، ممنوع الباركن، ممنوع الباركن، ممنوع الباركن. ممتاز ممتاز جدا. ابا ها شفت هني شوب سوبر ماركت، انا هذا يعتبر ستارلايت. ممتاز عود اللعبة يا حبيبي. كيف وقف الخطر؟ ما نبغى نعدل على نوع البراية. الشارع معنا مش مضبوط بالطريقة هاي، السكة مو بطويلة، الخطار وايد كبير على السكة هاي. ما بيروح الخطار، شوف كم طيارة هني تريا تنزل، بس كم طيارة تريا تنزل. بنحط دبل ريسايكلينج، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، بغطي المدينة كامل. هذا دبل ريسايكلينج مو مشكلة، بس يبغى له موظفين. انزل اساس انه نحنا نسوي مدينة صغيرونة. هلا وصل هاي هني، مو بمية بالمية سيدة، بس اتس اوكي مش مشكلة. هذي بيكون فيها كافة الاحتياجات تقريبا. هاي مدينة هدفها عماير، اوكي مدينة هدفها شو؟ عماير. ولا هذا التارجت الحالي مالها بيكون، بيكون هني الخدمات مالها. اوكي مضبوطة يعني نوعا ما، افضل افضل وايد مش نوعا ما. هاي بتكون
هذا المكان بيوت. المشكلة هذا معزول عن الشارع الرئيسي فمو بمشكلة وايد يعني. بنحط في هذا المكان عماير تجارية مو بمشكلة. اوكي ونبغى كم من شغلة مثلا لازم ملعب. الملعب شو يسوون يعني؟ نحطي لهم ملعب ملعب هني على الشارع اساس اللي يدخل يشوفه. ولا لحظة اساس اللي يدخل يشوفه من بيت صح؟ كيف اللي يدخل المدينة الحين؟ لا جميلة المدينة تبو صدق. جميلة المدينة بتكون وايد جميلة. انزين مدخل المنطقة هاي ما بحط شيء على الشارع الرئيسي بيسوي لي ازمة في حياتي. فبنحطي شيرة اللي هاي توصل كهرباء حقي حق المدخل كامل مو مشكلة. ونبى ماي ماي. شوف شو قلت لكم لازم مشكلة ماي. لح بعده والله الماي هذاك يضخ ما في حيلة تبون صدق المدة هذا. فالعادة تلعوز كان بيكون عندي تلوث بحري خرافي. الحين اذا اشتري هالمنطقة والله هالمناطق حرام بس حق هذا يعني حق الخور. لو اني اشل المنطقة يعني وجود افضل بعد والله صدق. ما بأشتري منطقة على البحر كان. شوفوا هاي هالمدن ترى طر طلعتها أنا ما كان طلعت جميلة. في مجال بنكملها داخل هني صناعية بنرد عادة صياغة الجبال شوية. كنا صدق ناس صدق يعني ناس في العالم الحقيقي ذي تسوي ترى حسب انها تعيش. بس هالمنطقة المناطق الجميلة تذكرون ملعب الكرة خرافي كان. انزين وين مدينة المطار مالي؟ هذه مدينة المطار. كم زايرين في الاسبوع؟ 200 وشيء. اوكي والله قاعد تنبني ما عندنا مشاكل. زين الحين يبغى منطقه تعليميه شوي خفيفه خفيفه خفيف. احد مره دايركت في الوسط هنا ما في شارع موصول فاموره طيبه. ابى احطي منطقه تعليميه. المشكله والله قام يستعين جزمه فلوس. وين اللون؟ من متى ما اخذت لون؟ خلنا ناخذ. انزين بنحطي مدرسة ابتدائية مدرسة فنية صغيرة في منطقة مدارس هاي وبنعزلهم. انا ما بالثانوية يكونون عندهم حتى ابا شارع ثاني بعيد. مال الثانوية مشاكل مشكلتية الصراحة. مال الثانوية اكبر مشكلتية. نبى حديقة من نوع ما. هاي فنانة بتكون وايد حلوة وايد حلوة بتكون الحديقة. مش بس حق المدرسة حق الكل حق الكل بتكون فنانة. هذه بنحط فيها شارع لين هني خلهم يمشون لين هناك ونفس الشي هذا لين هني. الناس اللي ساكنة هني تبتي على فكرة يعني مش بس هم يبون يروحون يعني الناس ساكنة هني بتمشي للحديقة. ليش ما تمشي؟ جو حلو درجة الحرارة 24 قابلة لهبوط الأمطار هطول الأمطار. شوفوا مغيمة الدنيا محلاها جبال حولك منطقة يعني سياحية من الآخر. اه اوكي بس هذا معزول برايا. انزين نبى عند هذيل عند المنطقة التعليمية اول شي بحطي الشرطة. نبى نوفر الامن والامان خاصة هني عندي مدارس. مدارس اذا ما كان عندها امان ممكن يكون حالات اختطاف ممكن يكون عندنا سرقات ممكن يكون عندنا وايد شغلات.
ممكن يكون عنده وايد امور يعني، مو بشوي. واحد يحاسب على عياله يعني، الناس تي بعيالها المدرسة لازم تطمن عليها، وما بخبصة الباركنات مو مشكلة، هذا برد ونعدله، هذا برد ونعدله مشكلة. ما نبغى خمسة الباركنات مال كل مرة، كل ما تصير عند مدرسة الواحد ما يروم يمشي. ليش؟ واه باركنات فل، دنيا فل، واحد ما يقدر يتمشى. ما يصير جماعة الخير، ما يصير. زين شوفوا هاي المنطقة، المنطقة جميلة والله تمو صدق، ما بأزحم المنطقة هاي، مو تكون مزحومة. مزحومة اوكي، عندها منطقة عماير مزحومة مو مشكلة. تذكرون هاي؟ شوف كيف انبنت، شوفوا كيف سوى بها زحمة الصراحة. بس حللنا شوية ترزنتلز على فكرة. زين خلنا حتى الدكاكين، ما ثانوية بيون هني انا عارف، والله بيون ثانوية ما عندهم وقت، بيشردون بينطون فوق الإدار وبيون. زين حطيلهم من ورا المدرسة الدرب ليه هناك، وبنحطي ملعب. اخ مكانه غلط، بس هذا مفيد، بحطي ورا الثانوية اساس ناس تشيل عيالة بركن. زين نبا ملاعب، ملعب هذا كم حجمه؟ لا هذا اوفر. تنس بعد، لا هذا التنس، ليش علمهم تنس؟ ماشي شغل، شو ما حد يطالع تنس صدق. بس نبا مسار حلبه، هذا بيكون ممتاز بالذات، لان هذا حق شو بيكون؟ هذا رياضات متنوعه، تشوفون هذا، هذه يكون رياضات متنوعة بالعادة. ونبغى نحن نسوي مجال حق ريس، حق ألعاب قوة، حق أولمبياد، نبغى هالسوالف تستوي. ما نبغى الناس ما تسوي شيء، بس كله كورة 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 بعد كورة كورة، بس ملل، بس ملل صراحة. بس فخذت مجرد كورة عقب. شو عندي؟ باي نيو لاند، ما بشتري لاند جديدة، ثانكيو. أريد مكان كبير وزحمة. بس كله حق المطار، هاي اللي ساكنين بالمطار هاي نوعا ما محظوظين، عندهم خدمات شبه متكاملة. انزين نبى عيادة، عيادة بنص المدينة نبغاها، العيادة ميديكال كلينك، ايوه بنص المدينة. نبى رجال المهمات الصعبة، رجال الاطفاء، هاي الصراحة رجال المهمات الصعبة انا اسميها، بيغطي كل شيء تقريبا. هذا بعد مش 100% متغطي. بنحط مركز لهم تور، يشوف اذا في كارثة في شيء بيطلب مساعدة من وين؟ من صديقنا اللي هني. لازم نحن عند المطار عندنا تراك، حاطين تراك هني قبل بالبداية، بس مش غلط يعني، مش غلط تكون عندي اكثر من تراك واحد. تبغى صدق ممتاز، في ناس تسكن هني منطقة المدارس طبيعي، هذا شيء طبيعي 100%. 4 × 4 ما بلزقهم في بعض، 4 × 4 هاي بالطريقة هاي، عسى يطلع بيوت شوي مختلفة عن بعض، كأشكالهم شوي مميزة. خلا هاي بالطريقة هاي 4 × 3 اوكي، تكون منطقة مميزة. أكيد الناس بيسكنوا منطقة مدارس، في ناس بتشتري أرض هني، ليش ما تشتري؟ طبيعة الحال بيشترون. أنا حطيت دكان قريب صح؟ أيوة هذا اللي هم، بتشوف شو وضعهم. والله فتحوا الصراحة، بدو ممتاز جدا. بس العماير يا تطلع طلعة جميلة تشوفها. زين العماير هاي أنا خليت مجال حيوة حق هني، هاي نبا بالنسبة لي أنا منطقة عماير باركنات، كله باركنات. أكره زحمة الباركنات، أنا إنسان أكره زحمة الباركنات. شوف أيوة يكون عندهم باركنات، مو بحد يتشكى لي، كله باركنات تحت الأرض المنطقة ترى. خلاص أنا المبنى مش محصل لاند، بالي كفاية حقه دايما.
في شي زحمة المدارس يا حبيبي. لما انت سنسن سيتي فل، مدرستين فل، مرة مدرستين فل. شو التعليم عندهم مضبوط؟ تعبان تعبان تعبان. بس بنحط ابتدائية هناك فريج منو. انا بجبت ناس سكنتهم عندي لكن ما حطيت لهم مدرسة. بحط لهم مدرسة هناك، حط لهم مدرسة شوي يستقبل اكثر، الحين بيكون جيد. زين خلينا نحط الناس بتداوم في المطار هني ترى. واحد اثنين ثلاث، ننزلهم عند هذا. اذا حد بيدخل من مدينة لمدينة بعد زين. بي هني نحط باصات ثلاث. شوف كيف الوضع. Processing dead people، هذا بنحطيه هنا ورا الترين ستيشن. ما يحطه ورا الترين ستيشن، في له مكان. يزورون يزورون من عندهم الموتى. تعالوا هني وتعالوا هني. شوفوا على فكرة جميل، ستايل قديم بس حلو. يعني في حلول ثانية، انا حصلت ان سيو بروسس حق مليون نفر، بس استعمل الكلاسيك للحين ونستعملهم بعدين. ليش ما نستعملهم؟ بس هاي كمدينة جميلة صراحة. الزحمة بصوب، الخدمات بصوب، منتزهات بصوب. بس شو يبالا دام عندنا هني اي مكان في ايفنت؟ تعرفون شو بحطي صح؟ والله احس انكم تعرفون شو بحطي بالضبط، ما في غيره. راعي المطعم هذا نفس المطعم هذا قاعد يفتح في المدينة ولا الدولة اللي قاعد ابنيها كلها. يا رسا اعطيه مجال مش طبيعي. فرنشايز فرنشايز، تاجر واحد ماسك السوق كله. اقول التم يعني، بس لا زين زين يعني زين والله وايد اوكي، شيء مضبوط. هذا كله كم حلقة الحين ما اعرف الصراحة، بس كله للمطار. ها كله حق المطار والله، كله حق المطار. بس كلها طيارات هم قادرين ينزلون. لازم نسوي مطار ثاني على فكرة. مطار مكان جبلي صغيرون، يمكن هني مطار في اليبل. هنزل بالمدينة. والله جميلة المدينة تبصلك. يعني يمكن احس هاي المشروع ناجح اكثر عن المدى الخضراء. شوف الملعب من وين يبين. يوه هاي صناعية بعد في نص اليبل. انا كان ممكن ابني قصور هني الصراحة وعماير، بس بعد مش غلط ترى المدينة هاي، مو بغلط ابدا. انزين لحظة ريسايكلينج وش كثر يسوي نويز؟ بلوشن 25 ما بحط لي، لان عندي تو سنتر الصراحة. لعبة 50-50 تري صبر. 14-14 سوبر ريسايكلينج سنتر. والله عندي مشكلة شوي في الزبائن تبون صدق. خلنا نحط له باركنات اذا كان عندي فلوس حاليا حق باركنات. مش هاي الباركنات، هاي مره ما احتاج باركنات هنا فعليا ترى. فكره كنت احتاج باركنات هنا اكثر والله. انا لو احط هنا باركنات اصور الشعب بيستفيد منه اكثر من هناك. أبا منطقة باركنات.
الشيء الأكيد باركن هنا ما في شيء اسمه باركن في المدينة هاي. بس والله العماير هاي صور بيكون في زحمة. بس هاي شغالين حطينا سوبر ريسايكلينج سنتر حق المدينة. المدى مالها بعيد يعني مش انه قريب. بس تكاس يبالي اكثر من مكان. عندي مشكلة احس المكان شوي فاضي ولا يمكن لاني زاحم هالمكان تبون الصدق. مزحوم بشكل ما له داعي. وعندنا خطار. خلنا نحط عمارة واحدة تجارية 3x3 عمارة سكنية 4x4 مو مشكلة. خطة شي بيزحم هذا مو مشكلة. هذا عنده ترتيب طلع عرض مكان مرتب. شفت كيف المكان ترتيبه حي. يبالي بيوت ورا المدارس ما اعرف ليش بس احسن المنطقة يبالها بيوت. منطقة بها خدمات بها كل شيء ليش ما يكون فيها بيوت؟ خبرون انتو. والله صدق في عندي عمارتين هني 3 على الشارع بروحهم وهني عندي بيوت عساس في ناس تروح الابنتات هاي الموجودة. عندي صبر هذا معناه هذا لازم اوصله هني لين الشارع. اوكي وهذا من هني لين يعني بنوصل منطقة هاي كلها بممشى كلها ممشى. بحطي لي الشير فيها حطي فيها ألعب حديب عيال أحد شيء حد يسوي شيء حد بيلعب صارية شوفون هالسوالف. متى آخر مرة شفتوا هالسوالف؟ سؤال جديم صح؟ بس فنان تحسونها قديمة شوي السوالف هاي مر عليها وقت والدنيا و... بس فنانات يعني فنانات فنانات. مال تليفون قديم خلي يمكن يهم سوبرمان ما تعرفون بنشات يرسات كراسي حق الشيبان يطالعون صاري يلعبون. احسن شي بالدنيا هذا عق صغارية عيال كل واحد يجيب عياله يعقم يلعبون ويقعد يطالعهم خلاص انتهى الوضع يعني ما يبغى شيء. بو حاطي لهم ليتات بالوسط بس مش الليتات ايه هاي اوكي حاطي لهم ليتات هني شوية بس تنور البقعة. بالليل حد يبي عياله حد شي حد يبي يلعب حد كل حد يبغى شي يعني. يبني اسمع صوت الهليكوبتر انا شكله في مشاكل بالبقعة. ليتات في الوسط اني وانت ماشيين ما حد يسوي مشاكل. والله صدق يا الله هاي البقعة بها عديقة بها كذا بها ملاعب بها مفروض تكون بالطريقة هاي اصلا. شوفهم ليتاتها ما ينورون اصلا بس اوكي يعني احسن ولا شيء. شوفوا كيف هاي مدينة المطار. هاي مدينة المطار اذا مكبر عليها زيادة بيكون بعدين ما بيكون الحين. فهذا بالنسبة لمدينة المطار. انا بسكر هالمشروع بعدين الصراحة بصير عند الجزيرة جزيرة الكنز مالي اللي بسوي عليها المدينة الضخمة بمدى لها شارع مهني دايركت هني داخل
بيمر في الوسط هاي واي، ما اعرف في ترتيب كذا ترتيب في مخي، بشوف شو بيطبق يوم بنبدا نحن على الجزيره هاي، بس بخلي مسافات شوي بين المدن يعني، لا بد من مسافات. يبالي مطار ثاني ورا بعد عساس الحل مع الطيارات هاي كلها. ترى ما بعرفين ينزلون ترى سكارة. المهم شكرا على متابعتكم السلسلة ومرحبا فيكم وحياكم، لا تنسون شير لايك سبسكرايب كل شيء الشغلات الحلوة اللي في تحت كومنتات، ترى آرائكم في المدينة. فشكرا، السلام عليكم ورحمة الله.